الحوار الاجتماعي الوطني، أنتم تعرفون الحوار الاجتماعي الوطني منذ قدوم هذه الحكومة أو الحكومة السابقة، هذه الحكومة أو الحكومة التي سبقتها لا تؤمن بالحوار، لا تؤمن بالتشاركية، وأكبر دليل هذا على هذا هو القوانين الاجتماعية اللي كتمرها الحكومة والطريقة باش تمر. عشنا كاملين قانون ديال اللي تسميه إصلاح التقاعد، بالنسبة لنا كان احنا سميناه تخريب التقاعد، لأنه تم التراجع على عدة مكتسبات. الطريقة باش تمرن ما كانش اللي كان من المفروض أن يكون حوار حول هذا الإصلاح. المكان الطبيعي للحوار هو الحوار الاجتماعي، بينما ارتعت الحكومة بدون استشارة لا المركزية النقابية لا المعنيين بالأمر، ارتعت أن تمرروا مباشرة إلى قبة البرلمان ووقعت دجالات. لازلت الحكومة مستمرة في هذا التعنت. كبرضي هو المرسوم بقانون الأخير اللي تخص لكنام، المؤسسة الجديدة اللي بغاو يخلقوها. احنا ماشي ضد الإصلاح، ولكن ضد الطريقة. بهذه الطريقة اللي جابتوا الحكومة في المدة قبل ما تفتتح الدورة بأسبوع جايباه عطاته صبغة استعجالية، بينما هو ما عندوش استعجالية، ما دارش استعجالية القوانين القديمة باش تحطو مجلس النواب، لأنه قانون اجتماعي كان خصو يتحط مجلس المستشارين، وجايباه بهذه الطريقة باش تمروا. وأكبر دليل هو أنه ترفض في الغرفة الثانية. هذا يعني أن الحكومة أولا، أن السلطة التنفيذية أصبحت لا تحترم السلطة التشريعية. هذا شيء خطير كان عايشوه في هذه البلاد. البارح كانت جلسة حوار وطني مع رئيس الحكومة اللي جا قدم فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2019. هناك امتيازات وتخفيضات لفائدة أرباب العمال واللي عندها كلفة كثيرة، وتم تشاور مع أرباب العمل مسبقا، ولم تتم استشارة أو الحوار مع المركزية النقابية. وأكبر دليل هو أن مطالب أرباب العمل بانت بصفة واضحة في العرض اللي تلقاه البارح، بينما الخانة المخصصة للحوار الاجتماعي جاء فيها صفر درهم. هذا دليل على أن الحكومة ما عندهاش نية باش يكون اتفاق هذا السنة، وهذا سيؤثر على السلم الاجتماعي في المغرب، والخصوص كنا كنعرفوا الغليان اللي وقع اليوم، لدرجة أنه مؤخرا أنتم شفتوا شنو وقع بالنسبة للوقفة ديال المكفوفين، وصلت لدرجة ديال انتحارات في قطاعات أخرى. هذا سوف يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.